هعمل اذا الله رد بتاني سين هبلش اقريهم على السريع. شذا بتتاكدي لي اذا بس بتسالي روان اذا رح تفوت ولا لا. تمام حاضر. يلا، فاذا نحن كنا اخذنا اول بوكسين يا محمد، ما بعرف اذا انت حافظهم ولا لا، بس اذا مش حافظهم احفظهم. بيجي عندنا الفربات هلا، عندنا ريغاردي يشاهد، كومونسي يبدا، جوي يلعب، بورتي يرتدي، براتيكي يمارس، سو براتيكي تمارس، تمارس، انتري يدخل، اوفرير يفتح. اللي تحتها برا امحي اللون، بريفيري مفضل، براتيكي افيك تمارس باستخدام، سوبر ديناميك نشيط جدا، ايبر جران طويل جدا، سو ديريجي فير يتوجه نحو، كان عندما، كي الذي او التي، انسامبل معا او سويا، او بلوتار فيما بعد، اوسي ايضا. حدا عنده شي سؤال حول هودي الكلمات يا جماعة؟ ما تمام. اوكي، طبعا نحن عملنا بتذكر هيدول كلهم، وصلنا على تاني بورت وقلت لكم ماشي، هون خدنا بتاني. اول اوكي، اخذنا اثنين، ثانية اشوف، لا واحد، اخذنا اول واحد، وخدنا اللي هو البني ادم اجزاء الجسم ده. اوكي محمد شو حافظ منهم هول يا محمد؟ هات لنشوف، يعني اكاد اجزم انك انت مش حافظ شي منهم، اكاد اجزم. صح، جن ارد صح ولا لا؟ انا بقول لك اجزمي. طب يا محمد ليه يا محمد؟ كيف بكره بدك تصير تفهم على الجمال؟ مصر وانت تعبانه قوي ومش هتعرف تدخل ولا حصه النهارده. اوكي طيب ماشي. جودي قدرتي حفظتيون؟ شازا قدرتي حفظتيون ولا لا؟ ما بدي زيد، انا حفظت شوفوا اول هي جزء، يا ايه. اجزاء بعدين الجسم بصير بس، بتاع الحمد لله. البني ادم. طيب اسمعوا تقلكم شغله، شو اللي رح يصير اليوم؟ هولي حاترككم، مش رح اعطيكم شي منهم. حارجع عن جديد يا محمد مشانك ومشان جودي واكيد روان، يعني مش حافظه عرفتوا، فوكمان مشان روان وشذا مشان تشدد حفظه اكثر. رح يكون عندكم بس لبكره، نحن عنا بكره صح؟ ايه بس اثنين بس بالله عليكم احفظوهم، يعني هي عليكم عم يعني قللكم دلوقتي أكتب الحزب إيه؟ بس أول هول تو اثنين بوكس بوكسين. ولا الصفحة كلها؟ لا لا بس اول اثنين من اول واحد، الثاني مش رح اعطي شيء منه، كل مره بزيد عليه واحد او اثنين. اوكي محمد ماشي، تمام. محمد بطل يحكي. محمد خلص مش مشكلة، يكون عنده النت مش منيح. طيب طبعا نفس الشخص يلي هو نفس أعضاء الجسم رح أرجع أعطيهم عن جديد، لأنه ما بدي أعطي لجديد، فشذا أنت شدي حالك فيه أكتر. أوكي أهم شيء نكون بنعرف دايما ليه ما نحفظها؟ تمام، راجعية ما في مشكلة، دايما بس نكون حافظين شو اللي بياخد له وشو اللي بياخد لا. طيب بس أنا بدي أتأكد إنه البارت اللي فوق أنا عملتها، هون بس هيك بلشنا. طيب هلا طبعا اجزاء الجسم يا جماعه برجع وبقلكم انه اسمهم لي بارتي دو كور، كل جزء من اجزاء الجسم له استخدام معين. يعني طبعا انا بسمع بديني، بشوف بعيني، بشم بانفي، باكل بتمي، بتذوق الاكل بلساني، وبكتب بايدي اليمين او بايدي اليسار. فاذا اون ايكوت افيك لي زوراي، اون فوا افيك لي زيو، On sent avec le nez, on mange avec la bouche, on goûte avec la langue et on écrit avec la main droite et la main gauche. طبعا أنا بهمني من هول إنه نكون نحن حافظين الفيرب تبعهم، يعني شذا هلا أنا بعلم هاي الصفحة، بدي نحفظ ايكوت ونتذكر إنه نسمع بالأوراي، سان بالني، والتيل تيل لانه هن سته رح اقسمهم ثلاثه بثلاثه، والزيو طبعا فوا افيك لي زيو يعني برا بشوف بعيني. لحد هون حدا تمام فيكم عنده سؤال؟ تمام
اوكي. البني ادمين الاتنين معانا ولا نفس البني لا ادم؟ واحد بس اللي كان معكم من قبل، نفسه ذاته. تمام. ده الجروب ده ريحنا يا مستر، طول الواحد يصور اللي المفروض يتذكر وينزل من غير ما نعمل دوشة للناس. ايوه. لا وبعدين رح اقول لك شيء، انا شو عم بيصير معي؟ لانه في عندي كتير صفوف، فانا بصير بضيع مين اللي عمل ومين ما عمل الواجب. لا طبعا انتم ما بضيع فيكم، يعني انا بعرف مين بيشتغل عندكم الواجب، بعرف مين ما بيشتغل، بعرف مين شوي بيشتغل، وبعرف مين ابدا ابدا ما بيشتغل، فهيدي الشغله ما بنساها. ولكن مثلا في ناس، لانه عن جد ما بعرفهم كتير، انه دخلوا معي اجداد بالترم الثاني ما بعرف شي عنهم بالترم الاول، فهول عن جد بضيع فيهم ما بايدي، وحياة الله بضيع، انه ما بعرفه اصلا هو بيدرس منيح ولا ما بيدرس منيح، بيبعت ولا ما بيبعت، بضيع فيهم. المهم، وده يا عم هيزيد في رمضان كمان لا لا رمضان، لا 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 لا، يعني وحياة اللي الله عن هيزيد جد فيه في رمضان. استروا استروا اللي حتشوفوه مني، تمام؟ وقولوا كانت آدمية احنا اللي وكانت هنضيع. ذو أخلاق وذات أخلاق رفيعة، مشان شي يشفع لي. يلا لا بس بصي، ما هي بس اللهم اني صايم بس وخلاص، يعني ليكي الكلام والله، كتير تعرفي انا يتأجل لبعد مش، رمضان. هي مش قصة جوع ولا قصة شيء، قصة بس انه انا بالنهار بيكون عندي كتير حصص، وطبعا انتم مش من التلاميذ اللي بتعذبوني، ولكن انا عندي صفوف صدقا صدقا، عندي صف فيهم كشي 10 تلاميذ، وعندي ولاد صغار، يعني انا هول الولاد الصغار لحالهم بحس حالي عم بنبح انا وعم اعطيهم، فبحس بالاخر انه خلص لازم اشرب، عرفتي؟ بس يلا الله يسهلها ويهونها يعني بالاخر. إن شاء الله. تمام. هلا يا جماعة، قالين ملحوظة، يصرف الفعل مع الضمير النكرة اون، بمعنى المرء مثل تصريفه مع الضمير ال، يعني بتقولوا ليش حطينا اون هون؟ مثل لأنه عم يحكي بالإجمال، يعني اون قصده على أي إنسان، مطلق إنسان وعلى الكل بشكل عام، ولكن أنتم بتعرفوا إنه الاون صحيح هي بتعني نحن، ولكن هي فعليا بتتصرف كأنها ال. أوكي؟ يلا رح نبلش، كل شخص فيكم رح يعمل تنتين. جودي بلشي. J'écoute avec les pieds, yeux, oreilles, jambes. إيه رأيك يا جودي؟ شو يعني j'écoute جودي؟ جيكوت إيه؟ طيب j'écoute يعني بسمع. حطيها نوت عندك، أصلاً هي محطوطة عندكم حفظ، ما تحطيها نوت. فإذا j'écoute شو يعني؟ يعني بسمع. طب شو بسمع؟ بالبيي؟ بالزيو؟ بالأوراي؟ ولا بالجام؟ جا ثانية واحدة. لا مش دي، مش جا دي. بتسمعي بتسمعي بقى جودي؟ هيك 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 بتسمعي من أقدامك يا جودي. اساسا كده آخ يا مرحبا. جودي، وزع الرسمة يا جودي اللي في الكتاب يا جودي. ما هي مش الكلام طيب كله محفور وبتاع، مش ليكي شايفة منه خلص، حاجة. هي بس هي قري. سي هلا هو شوي سي شوي بس الحمد لله. تحفظون، ايه هو بس تحفظون رح يصير كله سهل عليكي. طيب اون جو، اون جو او فوت، يعني بنلعب فوتبول، دي بشو؟ فوت بقى قدم. ايه اللي بيت بيه، مش ايه مظبوط. يلا الحمد يا لله. شذا، لو ميدسان يلا دي محمد دخل كذا عندي. سي لو دانتيست، هو طبيب شو اسمه الدانتيست يا شذا؟ بتاع الأسنان صح؟ دنتيست. صح ليا لتر دي. دي دون تري بيان. شذا كمان الي تيميد، يعني هي خجولة. الا شو روج، يعني في عنده دايما الواحد اللي بيخجل بيكون عنده ودودو شيء لونه احمر. ودودو اللي هي لتر بي. برافو يا شذا. يلا يا محمد، محمد انت سامعني ولا لا؟ ممكن مثلا مس قبل ما تمسحي اخد سكرين عشان لون مش انت ايه؟ خلاص اوكي. نتخلص. طيب محمد مش عم بيرد. هعمل انا هايدي، وخدي دغري سكرين شوت علي يا شذا. كون جي فروا جيلي، لما بكون بردانه هن اصابيعي اللي بيكونوا زرق دوا، فساش لي دوا. يلا اعملي لها سكرين شوت ونزليها على خلاص الجروب. تمام. تمام راح امحي. فاذا يا ريت تبعتي له لمحمد تقولي له نمت يعني ولا عندك مشكلة؟ جدي بعتله يا جدي على الجروب. عم اخد انا انزل البتاع. تمام جماعة هلا هيدا أنا شرحته هديك المرة، ولكن رح أرجع أعيده، تمام؟
فعلى السريع رح ارجع افسر تمام. انه لما انا بدي احس بألم، لما بدي اشعر بألم شو بقول؟ طبعا بقول اي، وبزيد عليا شو اللي عم يوجعني مثلا، بس بقول انه اجري مش اجر شذا، اي اجر شذا، لا اي اجري ما جام، اوي كمان ما جام، او لا كمان ما جام. يعني دايما ما، يعني صفات الملكية او مو حسب اذا كان الاسم مذكر او مؤنث، وطبعا بيجي من بعدها الاسم يلي انا عم يوجعني. تمام، مس بيقول ان هو عنده وحش بسبب الجو. قولي له طيب هو عم يسمع؟ ما مشكلة بس عم يسمع؟ اه هو سامع. ايه خلص تمام، ما مشكلة، انا المهم بس يكون عم يقدر يسمع. ماشي، هلا جماعة فيرب افوار دايما كمان بقول انا عندي الم بالمطرح الفلاني، يعني عندي الم ببطني، عندي الم بظهري، عندي الم بايدي، فشو بقول؟ دايما بكون حافظة فيرب افوار، ما بعرف اذا عطيتكم اياه اخر مرة هيدا، بنحفظ فيرب افوار جي تو يا الى الى نوز افون فوز افي انزو الزو، بنحفظه. وبصير دايما مثلا ما بكون عم بحكي عن حالي بقول جي مال، وبحدد بقى عندي بدي استعمل او ولا الا ولا الابوستروف ولا او افيك اكس. هلا اول او للاسم المذكر المفرد، الا للمؤنث المفرد، الابوستروف للمفرد للمذكر وللمؤنث ولكن اللي مبدوء بفويال، واخر وحده للكلمه اللي بتكون جمع. فاذا رح ارجع عيد، رابع طريقه للتعبير وهي اهم طريقه للتعبير عن الالم هو فيرب افوار، كلمه مال يعني الم، والحروف يلي هن هون. فانا بحفظ فيرب افوار اول شيء بحفظه، وبرجع بكتب كلمه مال وراها، وبرجع بحط او 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 الا او ال ابوستروف او او حسب شو الكلمه اللي انا عم بحكي عنها. مثلا براودو كلمات مذكرة فبحط مع او، هلا الا للمؤنث فبستعملها مع الما ومع التت، الابوستروف مع الكلمات اللي بتبدا بفويال مثل استوما ومثل اي، والاو افيك اكس مع الكلمات اللي هن بالبلورل مثل زيو وبيي، يعني اللي في منهم اثنين. جودي تمام وشذا في عندنا شي مشكله حول هيدا؟ يا تمام. اوكي طيب، اخر شيء اين ملحوظه مع التعبير افوار ملأة، لا تاخذ اجزاء الجسم غالبا صفات الملكيه، يعني بس تنقول بس تنقول جمال او تيامال، ما بنحط صفه الملكيه غالبا، يعني دائما بنحط اداه المعرفه. اوكي رح ننزل ونعمل هذا الاكزرسيس، او بترك لكم يا دوفوار، بترك لكم يا دوفوار، او بنعمله، لا بنعمله. بس احنا عاملينه المرة اللي فاتت. ما لسه هقول كده. وانا مصلحت لكم اياه. لسه هنط، احنا هنحلله مع بعض في الحصة. حلو يلا خلاص مش مهم. استروا ما شفتوا مني، انا الزهايمر رسمي. لا لا يلا لا لا ديكرير عادي. لي بيرسون، يعني انا كيف بدي اوصف شخص. هلا نحن كنا درسنا قبل هلا يا صبايا انه الكاركتير يعني شخصيته، بقول تيميد خجول، نيرفو عصبي، انتليجان ذكي، كمان تيميد هون نفسهم ذاتهم ولكن عم انسهم. فاذا شو يعني تيميد يا شذا؟ مين؟ تيميد شو يعني تيميد؟ يعني ايه سميت؟ هقول حطوها نوت يا جماعة عندكم، تيميد خجول نيرفو ها عصبية معنى كده؟ عصبي، صح برافو. وانت اللي نفس جان معنى كده. زكي ذكي. زكي. طيب تمام، شوفوا هلا شو اللي صار. كلمة تيميد لما بدي احولها للمؤنث بتدلها تيميد، لانه نحن اخدين قبل هلا انه الصفات اللي بتكون اخدة او ما فيني زد لها او تاني. كلمة نيرفو يلي اخدة اكس، فهيدي الاكس دغري رح تتحول لاس وبزد لها ساعتها او، لاحظوا زدت شلت الاكس حطيت اس و او. اما الاخيرة فهي اوريدي مش ماخدة او، فلما انا بدي انسها شو بحط لها؟ بس تمام. هرجع عيد. فاذا لما انا بدي اعمل مؤنث صفات تميد هي اوريدي اخذه او بتركها مثل ما هي، لاحظوا الي هو يكون خجول
هي تكون خجولة، دلت مثل ما هي لأنه هي اوريدي اغدي. إلي نرفو هو يكون عصبي، إلي نرفوز الإكس بحولها لأس أو. إلي انتليجان هو يكون ذكي، فبتصير هي تكون ذكية وبزد لها تي، فزد لها أو معها. أوكي تمام يلا هلا رح تمام نمحي ونكمل. تمام طبعا بنفس الموضوع اذا لاحظتوا رح نكمل بالتأنيث. يعني هلا بدنا ناخد كتير صفات لها علاقة بال، شوفوا شو الفيزيك. يعني في شيء اسمه فيزيك، يعني المظهر الخارجي للإنسان. يعني اذا انا والله قلت لها لجودي، يا جودي وصفي لي الفيزيك تبع شذا، تمام؟ فهي بتعرف دغري جودي انه الفيزيك يعني الشكل الخارجي، يعني بدها تحكي عن طولها، بدها تحكي عن وجهها، بدها تحكي عن ايديها، عن عيونها، عن 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 كل الشيء اللي بتشوفه، هيدا اسمه الفيزيك. طبعا بعدين بناخذ الشيء الثاني، الجانب الاخر يلي هو له علاقه بالمورال، بالنفسيه والاخلاق والطباع. اوكي، اول الشيء كلمه بتي يعني صغير او قصير، بتنقال بالحالتين. فاذا بتي يعني صغير، طبعا بتيت بزد لها أ. فاذا في كلمات كتار انا بس بزد لهم أ، يلي هن بتي بتيت، جران جراند، بلون بلوند، برون برون. فاذا بتي قلنا صغير او قصير، جران طويل او كبير، بلون اشقر او شقره، برون قمحي فاتح، او كمان بتكون هي لونها قمحي فاتح، يعني هي البني الفاتح. طيب إلي مانس هو ضعيف، ألي مانس هي ضعيفة. فإذا مانس ورابيد اثنيناتهم اخدين أو، فأنا بالتأنيث ما بزيد شيء لا لا مانس ولا لا رابيد. رابيد يعني سريع. أوكي أوكي اللي بعدها إلي ميسكلي، يعني هو عنده عضلات. أوكي فألي تمام ميسكلي هون الكلمة اللي بتكون اخدة او اكسن انا بالمؤنث تبعها بزد لها او تانية بس مع الاو اكسن. اوكي فمسكلي بتصير مسكلي افيك او اكسن، يعني او اكسن وبتاخد او كمان، بس اذا كان عندي او اكسن هي الحالة بحطها. طيب الي جرو هو سمين، فاذا الي جروس، ليكو شو صارت الاس، عملت دبل اس مع اي. فإذا جرو بتصير جروس، رو بتصير روس. فإذا دايما لما بتكون آخر حرف بالادجكتيف يعني بالصفة اس تتحول لدبل اس، ولما بتكون اكس بتتحول كمان لدبل اس. طبعا هودي صبايا تمام بكل بساطة احفظوهم وريحوا راسكم. اوكي آخر وحدة شتا، تمام شتا ليش؟ لأنه هول الكلمتين مرون شتا ما بيتغيروا، سو سون دي مو انفاريابل، يعني ان اجى قدامهم مذكر ولا ان اجى قدامهم مؤنث ولا ان اجى قدامهم جمع ولا شو ما اجى قدامهم انا بتركهم زي ما هن ما بغيرهم. اوكي تمام. تمام دون حفظ يعني؟ ايه بس يعني مش حفظ شذا، انا ما بدي تحفظي، بديكي تفهمي. يعني الكلمه اللي مش اخده او بزد لا او، الكلمه اللي اخده او ما بزد لا شيء، الكلمه اللي اخده او اكسون بتصير اميه، احفظي مرون بس وشتان ما بيتغيروا، واللي بتاخد اس بتصير دبل اس، اللي بتاخد اكس دبل اكس، خلص دبل اس عفوا. اوكي فهم، يعني هو ده اكثر فهم. طيب هذا دوفوار، رح ننتقل هلا على البلوريال. اوكي البلوريال يا جماعه يعني طبعا هون عم نحكي عن الجمع، عن الجمع بنفس المبدأ، ولكن لاحظوا شو الفرق، ركزوا معي شوي. شذا محمد وروان وجودي سوري، طلعوا لما كنت عم بقول هو يكون صغير أو قصير، هي تكون صغيرة، الإيل بس تغيرت لأل ولكن الفعل ما تغير. ليه؟ لأنه هيدا فيرب آتر، فعل يكون مع الإيل والأل بيكون هيك ما بيتغير. ولكن خلوني فرجيكم هون شو اللي تغير قبل ما انتقل للصفات. لاحظوا إيل صارت إيل افك اس، لأنه كنت عم بحكي عن واحد صرت عم بحكي عن أكثر من واحد. فيرب اي يلي هو أتر بيتحول لسون، بتقولوا لي ليش تحول لسون؟ بكل بساطة لأنه فيرب أتر
مع الايل افك اس بده يصير سون. هاي الفكره وصلت ولا لا؟ فهمتوا شو بقصد؟ يعني ما معقول، ما معقول اقول هو يكون وهم يكون، لا وهم يكونوا. تمام؟ فاذا ايل حولت لايل افك اس، الاي بتصير سون. طب بكل بساطه بتي هي مذكر، ما بدي انسها، بدي اجمع بس بزد لها اس، وبالتالي حتكون كلمة بتيت، جران، بلون، بران، شاتان، كلهم بياخدوا اس. بتقولي يا مس نحن شفنا شاتان هونيك ما بتتغير، ايه بس ما بتتأنس ولكن تجمع. اوكي؟ تمام طيب هلا جرو نفس المبدأ، شوفوا ايل تحولت لإيل افيك اس لأنه صاروا اثنين، ايه تحولت لسون لأنه هم يكونون، جرو ضلت جرو. يعني المقصد الكلمة لما تكون هي اوريدي اخذة اس يلي هي علامة الجمع، او اوريدي اخذة اكس يلي هي علامة من علامات الجمع كمان، فالكلمة بتدل زي ما هي. تمام اوكي اكثر وحدة، اناي عين وحدة، ان بتصير دي، عين بتصير عيون يعني بتصير زيو، كلمة مروم ما بتتغير بدل ما هي مثل ما هي. اتفقنا؟ تمام طيب حارجع اعيدهم على السريع. فاذا اول شيء واهم شيء الفعل لازم يتغير حسب السبجكت اللي بيكون موجود. اذا عندي سوجي ايل بصار الايل افيك اس، فالاي بتصير سون. بتي دغري بزد لها اس، جرو ورو اس واكس هن علامات البلورال او البلوريال، فانا ما بزيد شيء بتكون زي ما هن، ومرو هي اوريدي نحن حكينا عنها لا تؤنث ولا تجمع فبتدلها زي ما هي. طيب هون عم يحكوا لكم على كلمة شتان اللي أنا من شوي قلت لكم عنها، قلت لكم شتان لا تؤنث ولكن تجمع، فقط هيك فهموها. أوكي؟ تمام أوكي. هلا عم يقولوا لكم لما بتوصفوا الأشخاص لازم تستعملوا الفيرب اتر يعني يكون، الفيرب افوار لديه، وفيرب بورتي يعني يلبس أو يرتدي. أوكي؟ تمام هلا الاكسرسيس اللي هلا قبل ما حلها ايه ما فهمت شو قلتي لي حبيبي. الاكسرسيز اللي قبل ده حلينا هو عشان ما بتعرفش ايه تاخد دفوار، دفوار يا حياة اوكي قلبي. يلا تمام مش هتحلي معانا ماشي بس تعرفي عم فكر ما احط لكم دفوار لانه هن كتار حفظ لبكره، فدوبكم تحفظوا انتم من عدا شتيت، من عدا شيتي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يلا هلا برجع مش كده بنعمله. ايه يعني ما في حدا، يعني بتروحوا بتيجوا مثل ما انتم فاضيين، هيك قصدي طبعا مش الكل يعني، ولكن فانا ما بدي زيد عليكم كتير دوبكم تحفظوا، انا بس المهم عندي تحفظوا، فانا بعمل الدفوار هلا انا وياكم. طيب فاذا لما بدي اوصف الاشخاص بستعمل هول الافعال، اتر يكون، افوار لديه، بورتي يرتدي. جماعة إذا مش حافظين فيرب افوار واتر أنا هلا حكتب لكم إياهم على جنب، خدوا عليهم سكرين شوت واحفظوهم، لأنه إذا مش حافظينهم ما رح تعرفوا تكتبوا. تمام؟ افوار بيقول لك افوار إنه جي تويا إلى nous avons vous avez ils ont elles ont. هذا فيرب افوار. ننتقل على فيرب اتر، je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont. اوكي خدوا تمام فيها سكرين شوت. اوكي بكره بدي سمع، تعرفوا شو يعني سمع؟ يعني يعني جو شو فو لي سيتي، يعني اي ويل شو سمع لكم يعني ريسايت ولا لا؟ انا مش فاهمة لان كان بيقطف ايه تاني كده اوكي كنت عم اقول انه بكره بدي سمع الاشياء اللي قلت احفظوها،
فبليز هلا انا حاكتب على المجموعه وبدي بدي اخبركم هلا انا صحيح. اللي ما حيكون دارس رح ابعت على الجروب مش تبع الواجب، لا لا لا، تبع الاهالي، واكتب فلان وفلان وفلان ما درس ومن اول مره، وعلى فكره بيكون هي اول مره منه دارس، من اول مره دائما بيجي منه دارس، دائما مش بيجي منه عامل فروضته، دائما بيجي بفوت على الحصه وبيطلع ما بيقعد بيجي، وهذا كله بيكون افتراء بس بدي اقوله. اوكي يلا. احنا نتعامل احنا المحاشي بتاعت اول يوم رمضان. ايوه حبيت. يلا، فاذا رح نعمل هيدا الاكسرسايز يا جماعه. يلا حنبلش مع جودي. يلا يا جودي، ماري ايه؟ اي وحده رح تختاري يا جودي بما انه ماري هي انثى والاناث قليل؟ كنت جراوند يعني بي، صح. اعملي لسه وحده لانه في غيرك انت وشذا يعني. كوبان ايه صوتك بقى دي حاجة حاجة نعم صوتك بقى تمام اهو. سمعت بقى لا اوكي، اي وحده هيدي مو كوبا، هيدا ولد، فشو رح تختاري له كلمة بتنفع لولد؟ ما بدور على حاجة ما فيهاش ايه. لا ما شوفي في منهم اي، يعني مثلا ليكي هيدي الاي زدناها، هيدي الاي زدناها، وهيدي الاي زدناها، فعليا هي هيدي الوحيدة يلي هي منا وفيها. تمام تمام يلا شذا، ايه لوسي ايه نعم هتختاري شو يا شذا؟ سيدي بنت صح؟ صح. ماشي بنوتة 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 لفردي دي صحيح. يلا شذا اللي بعدها نادين ايه، كمان بنوتة. سي سي صح. تمام محمد، عم تسمعنا يا محمد؟ قادر تحكي ولا مش قادر؟ يلا جودي، سون بير ايه، اختاري وحدة. بير هو ده ولا صح؟ اللي ايه هو ايه أب ابي ابي تمام يعني ايه، او بابا يعني. بلوند بلوم صح، برافو عليكي. يلا اللي بعدها جي انامي، اختاري وحده منهم تنفع تكون لراجل لانه انامي. أجوزتي أجوزتي آخر واحدة طيب علي حاجه هرب المايك مني. بقول آخر واحدة لا لا، هي هيدي سيرفيابل هي اللي بتنفع للاثنين. اوكي جودي يلا تمام خدي استعملي وحده يا جودي، ما جرامير ايه، اختاري وحده تنفع للمؤنث. سي وين الاو الثانيه؟ انا ما قلت لك لما يكون في او اكسان لازم نحط لها او ثانيه. اذا لاحظتي هيدي هيدي للمذكر نص أسهل وهيدي على للمذكر كروس وهي للمذكر، صح؟ بيقول لك أنا سامع بس الشات معلق يا مستر طيب اوكي محمد بيقول أنا سامع بس الشات عنده مش راضي يفتح غير النت اوكي ضعيف ماشي ماشي هي كده سوبر هي الوحيدة اللي مفيش غيرها صحيح. سوبر هيدي كمان من الكلمات اللي ما بتتغير وبتنفع لولد وبنت، فاحفظوا هاي الشغلة كمان. يلا يا شذا، هاري ايه، اختاري اي واحدة. هاري هذا ولد شكله. ولد ولد أجيب دي تمام. يلا شذا اللي بعدها، ما السر ايه، راجل صح ولد لا اختي سر اختي صح بنوت ايه. تمام ما هو أغلى ما بينها سير وصور دول طبعا بنت أختي إيه ده في كلمة إذا بتتذكري قلنا ما بتتأنس ولكن تجمع، تذكري. بتتأنس مش عارفة مهلتش دي بيتحط لها ايه علشان تبقى مؤنثة دي غلط شيل دي حلو وبين نفس الكلام اللي لبس الكيبورد نفس الكلام بتاعها اوكي صح، يعني دي وسي غلط. اوكي تمام
شو فاضل؟ الليزر بي لا ايه يا شذا، ايه ما ليزر قلنا ايه؟ شتان، طلعي طلعي فوق هون، ما قلنا شتان ما بتؤنس ولكن بتجمع. اه صح. ايه يلا منكمل شذا بعد إليه. إليه 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 بلاند اللي هي بلتر بي. أي وحدة؟ بي. بي برافو يلا شذا بعد وحدة مشان جودي تعمل آخر تنتين. بتر ايه جبن ساكوزين ايه، بنت عمتها او بنت خالتها او شي هيك. ايوه مم لا مؤنثة وخلاص اوكي ف يبقى لتر ايه ايه صحيح. اوكي لامير دو مارك ايه، يلا يا شازا جودي سوري، لامير دو مارك ام والد. مارك. اتكلم على والدة مارك ولا مارك؟ والدة مارك صح؟ مامت مارك، ايه مامت مارك هتبقى letter B. صحيح. باسيونت اللي بعدها يا جودي. اه توت لا فامي يا داوي جودي، توت لا فامي يعني كل العائلة. letter C. اوكي صحيح دول كل العائلة لأنه دي اللي هي عائلة مؤنثة صحيح. محيا. أوكي خلصنا، خدي سكرين شوت يا شذا. خلاص محيا أخذتها. أوكي يلا هنمسح وننزل. طيب طبعا هلا انا اذا ما اعطيتكم دوفوار بيحكني جسمي، راح اعطيكم هيدا الاكزرسيس دوفوار لكم. سجلي عندك يا شذا. خليكي تدينا الدفوار ايه هيدا بس خليكي هيدا يعني شي بسيط جدا عم نضحك على حالنا. 15 سؤال بسيط قوي. يلا تمام بتسجلي خلينا الصفحة نصورها اما بدك تصوريها. لا اقرب لك اياهم على بعض هيك. انا حضرت بصورها من كتابي. اه تمام اوكي. طيب هلا طبعا نحن ما بقى باقي كثير معنا وقت اصلا، هلا شوي وبده يفصل الزوم، بس يفصل طبعا رجعوا فوتوا دغري بس ناكد على المعلومات. عندنا الانتروغاسيون، اول شيء في عندنا كومون بلس فيرب اتر. كلمه كومون هون يا جماعه للسؤال عن الصفات الجسمانيه. اوكي شو هن يعني كومون ايتون جراند بير؟ كومون ايتون جراند بير؟ اوكي شو يعني كومون ايتون جراند بير؟ يعني كيف بيكون والدك او جدك عفوا. فبقول انا الي جران ام اس، فاذا كلمه كومون مع الفيرب اتر وراها يعني السؤال عن الصفات الجسمانيه. كلمه اين فانا بستعملها هون للسؤال عن مكان الالم، يعني طبعا لانه وين عم يوجعك بقصد. واخر وحده كال يلي هي مع الاسم المؤنث، لما بقول كل بارتي دو كور اون اوتيليز بور اكرير يعني اي جزء من الجسم بستعمل لاكتب. طبعا بستعمل ايدي ما بستعمل شيء تاني. اوكي صبايا رح يفصل، خلينا نفوت نعمل بس هذا. اوبس فيك كلبي بطلت توقف، ما بعرف شو صار جن. طيب هلا اذا فصل بس بنفوت بنعمل هيدا الاكزرسيس وخلص. اوكي اوكي